تعلن الحكومة اللبنانية عن انطلاق التسجيل على شبكة دعم للحماية الاجتماعية ابتداءً من 1 كانون الأول 2021 ولغاية 31 كانون الثاني 2022. بتضم شبكة دعم برنامجين لتحويلات نقدية شهرية لمدة سنة تهدف لمساعدة الأسر اللبنانية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية وجائحة كوفيد-19 والتخفيف من وطأة رفع الدعم وغلاء الأسعار. البرنامج الأول برنامج شبكة الأمان الاجتماعية أمان الممول من البنك الدولي. بيستهدف برنامج أمان 150 ألف عائلة لبنانية من الأسر الأكثر فقراً يلي رح تحصل على مبلغ شهري هو 20 دولار أمريكي عن كل فرد بالأسرة، 6 أفراد كحد أقصى، بالإضافة لمبلغ ثابت بقيمة 25 دولار أمريكي للأسرة الوحدة. بيأمن برنامج أمان كمان تحويلات نقدية لتغطية النفقات المباشرة للدراسة ل 87 ألف طفل أعمارهم بين 13 و18 سنة من الأسر المستفيدة ومسجلين بالمدارس الرسمية بمساريها العام والمهني، تتراوح بين 200 و300 دولار أمريكي عن كل تلميذ خلال العام الدراسي، بالإضافة للرسوم المدرسية يلي بتندفع مباشرة للمدرسة. بيتم دفع التحويلات ضمن برنامج أمان بالدولار الأمريكي، ورح يتم التحقق من أهلية العائلات المستهدفة من خلال زيارات منزلية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة. البرنامج الثاني برنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقدية المعروف بالبطاقة التمويلية. بيستهدف برنامج البطاقة التمويلية الأسر اللبنانية المقيمة بلبنان باستثناء الأسر المستفيدة من برنامجي أمان وحياة والأسر الميسورة. رح تحصل هالأسر على مبلغ شهري هو 25 دولار أمريكي عن كل فرد من أفراد الأسرة، بالإضافة لمبلغ 15 دولار أمريكي لكل شخص بالأسرة بيتجاوز عمره الـ 64 سنة، على أنه ما يتعدى المبلغ الأقصى للأسرة الوحدة 126 دولار أمريكي. بيتم دفع التحويلات ضمن برنامج البطاقة التمويلية بالدولار الأمريكي أو ما يعادل بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة. إذا كنت رب أو ربة الأسرة أو إذا كنت شخص بالغ ومسؤول عن أسرتك وبترغب بالتسجيل للاستفادة من أحد البرامج المذكورة، زور موقع دعم.impact.gov.lb وعبي الاستمارة لكل أفراد الأسرة. إذا احتجت لأي مساعدة بإمكانك الاتصال مجاناً بالخط الساخن 1747. شو هي المعلومات والمستندات المطلوبة منك؟ الهوية اللبنانية لكل فرد من أفراد الأسرة، جواز السفر اللبناني لكل فرد إن وجد، دفاتر تسجيل السيارات الخاصة بكل فرد إن وجدت، معلومات عن الحسابات المصرفية لكل أفراد الأسرة، ورقم ضريبة الدخل إن وجد. وتعتبر السرية المصرفية مرفوعة عن أفراد الأسر يلي تقدموا بطلبات التسجيل. بعد عملية التقييم والموافقة على الطلب، بيتم إعلام رب الأسرة بالمبلغ الشهري المستحق عبر رسالة SMS وأعطاءه تفاصيل عن كيفية استلام الأموال. مش كل أسرة تسجلت على شبكة دعم رح تستفيد، فالأسر يلي تعتبر ميسورة هي غير مؤهلة، وهي الأسر يلي مجموع دخلها السنوي بفوق 10,000 دولار فريش أو ما يعادل بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة، الأسر يلي بفوق إجمالي ودائعها المصرفية بلبنان وبالخارج بتاريخ 30 حزيران 2021 ل 10,000 دولار فريش، أفراد الأسر اللبنانية المقيمة حالياً خارج لبنان لفترة بتزيد عن 90 يوم من تاريخ 1 حزيران 2020 باستثناء الأفراد يلي عمرهم تحت 23 سنة، الأسر يلي بتدفع بدل إيجار سنوي أكثر من 3,500 دولار فريش، الأسر يلي بتملك 3 سيارات أو أكثر مسجلة بعد 2018 وموديلة 2017 أو أجدد، والأسر يلي عندها مدبر أو مدبرة منزلية من الجنسية الأجنبية إلا بحال كان السبب وجود مسنين أو أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. الأسر الميسورة مدعوة لعدم التسجيل إفساحاً بالمجال للأسر المحتاجة فعلاً للدعم. أما الأهم فهو أنه قرار التأهل أو الاستبعاد ممكناً بالكامل وما في أي إمكانية لتدخل بشري لتغيير النتائج أو التلاعب فيها. للمزيد من المعلومات زوروا دعم.impact.gov.lb أو اتصلوا على 1747.